للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد مراسل التغيير محمد فراس من داخل البرلمان. محمد، ضعنا في تفاصيل الجلسة التي رفعت قبل قليل. نعم، جدول الأعمال حدد الجلسة في الساعة 1 مساء وعقدت بعد 3/4 ساعة بعد 45 دقيقة من الموعد الرسمي لانعقاد الجلسة. عقدت بحضور أكثر من 200 نائب، وافتتح السيد محمد الحلبوسي الجلسة بإكمال التصويت على التعديلات الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب. كانت هنالك تعديلات مسبقا وتم التصويت إكمال التصويت عليها اليوم، وسنوافيكم أيضا بالنظام الداخلي المعدل بعدما يصدر بشكل رسمي من الأمانة العامة لمجلس النواب. بعد هذه الفقرة انتقل مجلس النواب إلى الفقرة الثانية والمتضمنة أداء اليمين الدستوري للنواب البدلاء البالغ عددهم 73، أدى اليمين الدستوري 64 نائب ولم يحضر منهم 9 نواب بدلاء عن التيار الصدري. الآن مجلس النواب بمحمد الحلبوسي وشيخوان عبد الله يخلو من النائب الأول، وبعد انتهاء الفصل التشريعي بعد انتهاء العطلة التشريعية الفصل التشريعي الأول سيكون هنالك التصويت على النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد ترشيحه والتصويت عليه بجلسة نيابية كما حدثت في جلسة التصويت الأولى التي حدثت لرئاسة المجلس. الكثير من النواب تحدثوا عن الانفراج السياسي، عن الدخول في مرحلة جديدة من الاتفاق السياسي والمضي بتشكيل الحكومة لإنهاء ملفات رئاستي الجمهورية والوزراء. هذا الأمر مهم جدا يعني إكمال ما هو متوقف. الكثير ينتظر اليوم يترقب إنهاء هذه الملفات كونها متعلقة بالكثير مما يهم المواطن العراقي، وأهم التي تهم المواطن العراقي وأيضا تسيير عمل المؤسسات الحكومية الميزانية الاتحادية، خصوصا أن لم يتبقى الكثير على الموعد الرسمي لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب. قرارها من مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب، من المفترض أنها تنتهي أو ينتهي مجلس الوزراء منها في الشهر 10 أو الشهر 9 وترسل إلى مجلس النواب لقراءتها وملاحظاتها والتصويت عليها في الشهر الأخير من السنة الحالية، ومن ثم المضي بتنفيذها في السنة الجديدة. هذه السياقات الدستورية التي يترقب الشارع العراقي أن تمرر بعد أن يتم إنهاء ملفات رئيس الجمهورية والوزراء. جميع النواب تحدثوا اليوم عن الانفراجة، ليست هنالك أي معرقلات ربما ستقف أمام إنهاء هذه الملفات في المرحلة المقبلة بعد انتهاء العطلة التشريعية. الجلسة كانت بنسيابية كبيرة، لم تكن هنالك مشاكل، عقدت ورفعت بسرعة كبيرة، كانت هنالك انتظام في العمل داخل المجلس، لم يكن هنالك خروج للنواب. 202 من النواب حضروا وصوتوا أدوا اليمين الدستوري 64 ليبلغ عدد النواب الحاليين في مجلس النواب بشكل رسمي 266 نائب. يتبقى 9 نواب في الجلسات المقبلة، ستتضمن فقرات جدول أعمال الجلسات المقبلة أداء اليمين الدستوري للنواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري في هذه الجلسة، وسيكون أداؤهم لليمين فرادا على المنصة الخاصة بأداء اليمين المخصصة لمن لم يؤدوا اليمين في الجلسات المحددة. نعم محمد، يعني بعد أن أصبحت الكتلة الصدرية خارج مجلس النواب، هل تتوقع بأن تشهد الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم انتخاب رئيس للبرلمان برأيك؟ نعم، هذه بالتأكيد أول جلسة نيابية بعد تشكيل الحكومة بعد تشكيل الحكومات بعد 2003، وإلى غاية الآن مجلس النواب يخلو من التيار الصدري، وأيضا لربما الحكومات المقبلة وأيضا بالتأكيد الحكومات المقبلة تخلو من التيار الصدري. ليس توقعي فقط، إنما ترجيح عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أن ملف رئيس الجمهورية والوزراء سيحسمان بعد انتهاء العطلة التشريعية، بعد جلسة تحدد من قبل رئاسة المجلس وبعد الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية الحالية وأعضاء مجلس النواب الجدد والموجودون أساسا في هذه الدورة النيابية. بالتالي مرحلة الانسداد السياسي قد انتهت، وهنالك مرحلة جديدة دخلت بها العملية السياسية الحالية والبرلمان الحالي،
وستحسم جميع الملفات بعد الاتفاق وبعد انتهاء العطلة التشريعية. هنالك فرصة في هذه الفترة للكتل السياسية بأن تجتمع وتتفق وتكثف اجتماعاتها أيضا، وهو المتوقع بأن الكتل السياسية ستقوم بتكثيف اجتماعاتها داخلية في مقرات أحزابها لإنهاء هذه الملفات والمضي بتشكيل الحكومة، إقرار ملف يعني تصويت على رئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة العراقية بوزرائها كافة. نعم، محمد فراس مراسل تغيير كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.